بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام لجميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في الاول نزور يداني التارين اي عايشين دي تموت كل غربه. بونجور ساليتو لي جزائريان الجزائريان كي في فالانجيريا ترونجي لا شرقيه لا غربيه. ثقافه جزائريه الزول والامه الجزائريه لا تزول. الزول والشعب الجزائري واقف صامد موحد ولا يزول. 1 2 3 اوفر الجيري. الآن على بنو راح الجزائر راح للتهلكة للحضيض للحضيض خوتي. لأن كي الحق يقولوا الدولة هما ما عندهم لا دولة لا ولو يلحقوا خوتي يديبوزي بلانت سات بلانت. هادي ما صراتش في العالم بينوشي ما دارهاش. بينوشي ديكتاتور فرانكو في التاريخ وما دارهاش. ستات بنات حطهم باش يجيبوا مدون فيسبوكر ولا يوتيوبر باش يجيبوه يرحلوه للجزائر باش يقتلوه كيما قتلوا شكون؟ محمد تامرت الله يرحمه. محمد تامرت اللي كان واحد الخبيث في فرنسا يتهم الناس انهم مخابرات وهو من مخابرات وخوه من مخابرات وجيبوه في في في, في, في المغاربيه. هو هذاك شكون هذاك واسمه خبابه ولا خمبابه ولا عمار خبابه باسكو خوها فوكا او ياكل معاهم دوك او قلب الفيسا حبي يعني يمشي مع الاخرين هذوك. لكن شكون يبقى الشعب الجزائري. هم بداو يخرجوا دوك بداو يقول لك المصالحه كان يشتفع على امير ديزاد لان امير ديزاد هو قال ما سحق لا شهره لا والو. الشعب يحبه حقيقه. علاه يحبه؟ علاش الجايز في الجزائر؟ والله العظيم يا خوتي ها يا سيدي نحكي والله العظيم غير العجوز يما غير قالت لي هم داو هذاك مسكينه الجون هذاك يا سيدي نكسرو. من بعد جبتها الاخ امير ديز هاي عجوزه يا سيدي شكون اللي دار هادشي؟ يعني ما يهضروش على فلان فلت غير هو. علاش؟ باسكو عنده مصداقيه. هذه حقيقه. انا ما نحوش نفهم شكون يمد له شكون ما يمد. انا ما نحوش نفهم. لكن كاينه حاجه او يجيب دي بروف وهذوك لي بروف او يجيبهم لينا حنا الشعب الجزائري باش الى ارشيفي يصوروا ارشيفي كل شيء صوره دون الارشيف ويتحاسبوا هذوك الناس اللي هضر عليهم كاع كيما راهم كي لي جوج كي لي زافوكا الخباث اللي كانوا مع اللي يمشيو معاهم لي ميار كاع يتحاسبوا كاع. سي بور سا ويهضر هو موش يهضر هكذا برك. كيما قال لكم للشباب الجزائري ما تروحوش للعسكر صح عنده الحق باسكو هما هم يشتقواو بالعسكر. والعسكر هذا شكون؟ 90% ديزابلي 90% يعني باش تشوفوا يا خوتي الناس هادو لهم يخرجوا فهم يخرجونا في الاوروب دوك ماشي غير هذاك شوشان وخدال اي معمره دوك سورتو فرنسا. سي بور سا درت له نداء الاخ امير ديزاد كاخ كمواطن جزائري حر ايجي بريسيس حر ليبر اي انديبوندون جو ديبون دو ني دون ايديولوجي ني دي زوم ني سي لا فيريتي. جو ديبون كو سور لا فيريتي الحقيقه. لان الحقيقه والعداله ما عندها لا جنسيه لا دين. لا جنسيه لا دين. ربي ينصر دوله كافره وتحكم بالعدل وما ينصرش دوله اونتر غيومي دوله مسلمه وتحكم بالباطل. هذه هي الحقيقه. ومن بعد بداو يخرجوا كما قلت لكم الاخ امير ديجا اكشفهم كاع لافير تاعو كي داو الحبس. اكشف كاع الناس اكشفهم واكشف واحد الانسان للناس هذوك اللي يلعبونا
باسم القومية والناس باسم الإسلاميين لي سلافيست يجي بريسي يعني اونتر غيومي كيف كيف سلافيست القومية هذوك اونتر غيومي ها جي بريسيس لأن هادو كاع صنيعة الدياراس تاع التوفيق تاع قصدي مربح او جوست ماشي توفيق قصدي مربح لي رباهم كاع خرجوا من المخابر تاعهم كاع كي لي سلافيست كي لي العنصريين يعني لو جروب دو كيما يقولوا تاع واسمو عمار بن يونس وخالد تومي سعيد سعدي كاع كاع هادو كاع واش كتبوا ان جورنال تاع الانترنت شوفوا يا خوتي وين لحقت الشعب الجزائري كاع يعرف ان اخ امير ديزات سي با زان اسلاميست ما هو اسلامي ما هو ما عندوش كاع ايديولوجيا كاع هو يقول لك يفرقنا الحق والباطل نتفرقوا في الحق والباطل هو تشور يقول هايدا وجدوا واحد الانسان الاخ هشام عبود اخ هشام عبود جدوا جبدوه الجورنال هذا يبورتون هشام عبود سيتا انا مزيغي هشام عبود مشاوية الاحرار من بواقي الاحرار يجي بريسيس لو كان صح كيما بعض الناس يوم يحكيو لو كان او حبط هو ما زالوا في فرنسا على بالو يعني واش شكون هاد الجورنال لو جورنال تامورت يعني لا ديفيجن تاعو اون كات لونغ لو كابيل يعني القبائلية هما كتبوا الكابيل ماشي الامازيغيه كابيل كتبوا يخرج اون لونغلي اون فرونسي اي اون لالمون وهذا لو جورنال السيت تاع الانترنت تاعو تامورث قادرين تشوفوه يخرج ديفيجي اون المان يعني في مونيخ واللي حاكم هذا لو جورنال وهو اللي كتب هذا الارتيكل اللي حاكم هذا الجورنال واسمو ليزيد عبيد سي تان كورديناتور تاع فرحات مهني تاع الماك واش سمعوا مليح واش كتبه وكتبتها انا هاي ديك الورقه مدون يعني ما يجيوش يقول لك ما كاش منها ولا كتبتها باسكو بالك يسمعوا الحوا هادي لو جورنال تاعو لو 7/7/2020 واش كتب ان غران ارتيكل هاي دايا لافير امير ديزان نو كونسير با لي كابيل سبحان الله العلي العظيم سبحان الله كيما كانوا يقولوا il concerne pas Cheikh Ali Belhadj il concerne pas la l'اخر و l'اخر يعني يقول لك لا كابين concerne pas l'اخر هاهم ليك الناس كيف داروا باش شدوا الجزائر باش حكموا باسم هذا الشعارات هادو كيما كانوا في 62 باسم الشهداء باسم الثوره باسم l'اخر يا ودي ما كان الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء وما كاش فاميليا في الجزائر اللي ما عندوش شهيد الله يرحمهم والله يوسع عليهم بهم رانا 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 احرار لكن خلاص يا 63 سنه استقلال واش دير قول لي واش دير خلاص شعارات الشعبويه هذه سي فيني قلت لكم لافير امير ديزان كونسير با لي كابي كتب هايدا واش واش كتب قال لك باللي امير ديزاد كي ترافاي افيك ان كلون تاع الدي ار اس سبحان الله العلي العظيم الجرنان تامورت يبورتو ورانا قبايل انكي دا غندا قبايلي او انت هضراش قبايلي سما تبغى شوي كابيل قبايلي حر ما نتبع لاي ايديولوجيا ولا اي جهه حر يجي بريج يجي بيز ميمو حر حر ومن بعد كتبوا كانيت كوم هشام عبود في بارتي دي كلون اونتي كابيل هشام عبود اونتي كابيل باسكو هشام عبود اكتب سعيد سعدي سعيد صامدي كشفو تشفاو هذيك تاع لافير تاع الاخ اللي نساوه بعض الناس لانه هو حقيقه هو اللي كان يوعي في الشباب لي دروا دلوم يحيى عبد النور كان يخرج وحده ومن بعد جا سعيد صامدي ومن بعد راح كلش لو كان بوتفليقه ما يزيد يزيد
تشفاو لها هذيك الضربه. ومن بعد بعثوا لهم تاع الدياره زعما يهضروا مع التلفزيون الى اخره. سعيد صامدي داروها اكسبريون بدات الحاله تبان. سعيد صامدي هذا الجورنال يدافع على سعيد صامدي اي بورتو عندهم ليديولوجي ماشي كيف كيف، لكن يدافع عليه باسكو كدايا. مي ودي الجزائر ما تمشيش هكذا، الجزائر نتبعوا الجزائر تاع بن رمضان، نتبعوا الجزائر تاع كريم بالقاسم، نتبعوا الجزائر تاع ميروش الله يرحمهم كاع. وهادو كاع ماتوا مغدورين مقتولين من طرف الناس اللي جاوا استولوا على الثوره تاع 62 دخلوا من الحدود بليشار يجي بريسيز ليشار باسكو كانوا مدعمين من ايادي خارجيه. هذا هو التاريخ. ومن بعد نولي لجورنال واحد اخر، الجورنال واسمو ريفليكسيون تاع اليوم لو 8 7 2020. اسمعوا مليح هادي لا ميور كاع. قال لك سعيد سعدي في اريتي امير ديزاد، سبحان الله، يل فو روند سعيد كوم انا اللي كتبتها يفو روند سعيد كوم انيرو زعما هو اللي هو اي بورتون لافوكا تاع الاخ امير ديزاد. قال واش قال؟ قال بلي عنده 7 بلانت كانوا مديبوزين من طرف، حتى هو الاخ امير ديزاد قالها طرف هذيك بالقصير ولوح ما على باليش. بس شوفوا يا خوتي علاه سعيد سعدي كي كانوا الناس مضطهدين، كي كانوا ناس يخطفوهم في الثمانينات في التسعينات، سعيد سعدي ما هضرش على السرقه اللي صرات. لا سعيد سعدي واش دار؟ دا وليدو مزيان سعدي شريك مع احد الجينيرات تاع الدواء. ها واش دار سعيد سعدي؟ خليدتو مي لا ميم شوز. المرحوم معطوب الناس الله يرحمه لو كان مازال عايش كان خرج غنيه على هاد الناس المنافقين الخبثاء اللي قسموا حبوا يقسموا الجزء بالايديولوجيا تاع السرقه موراها. ان اختلسوا عمارة بن يونس اللي عنده خوه اكس مير في فرنسا وحركي بلي بروف، هادو كاع ما يهضروش عليهم. يقول لك هذا قذف، هما يقولوا هايد القانون تاعهم قذف. يعني شوفوا الناس كيف دير، تروح للاحرار يزاتاك لي زانديبوندون، يزاتاك لي زوم ليبر، وينساو الناس اللي سرقوا. هادوك الناس اللي راهم في فرنسا، وحده في الانجليز، زوج في الانجليز معروفين، وواحد كان في الانجليز دوكا وحبط للجزائر، على ما كانوش ياتاكي والسراقين تاع الجزائر. ابو شوارب، شاكيب خليل، سعيد داني، بالقصير، هذيك مرتو فاتحه، بوخرصه، قبلهم كاين واحد شريف رحماني نسيتوها، شريف رحماني اللي سرق، على ما يجيبوهمش هادو كاع. بيان سور ما يجيبوهمش، بيان سور باسكو يرمي له شويه دراهم يسكت، ما يجيبوهمش خاوتي. سي بور سا سمعت اليوم اون فيديو على واحد الاخ حر يجوز يعني ناس، يقول لك اللي عنده ليدي تاع الجيري بور اون الجيري بروسبير، حقيقة بروسبير اون الجيري بروسبير il faut le fédéralisme une fois pour toutes. الفيدرالية والفيدراسي باز اون ايديولوجي. الفيدرالية تكشف كلش، تنحي هذه العنصرية، تنحي هذه السرقة، تنحي كلش. سي سا لو فيدراليزم. شوفوا البلدان كيما نقولوا نزيد نعاودوها نفكروا خاوتنا، كاين بزاف بلدان نينجحوا في العالم 70% سو سون توس دي بي فيديرو، دي بي فيديرو لاميريك سي ان بي فيدرال، لا سويد فيدرال، مالغري عندهم لو روا، واسمها هذيك المانيا سي فيدرال.
سويسرا اللي نشوفوها بالمجر بالميكروسكوب وفيدرال. علاش؟ باسكو كي يشوفوا الناس اللي كانوا يخموا شوفوا باللي عندهم قضيه سياسيه باغ اكزومبل في الدومان تاع لا كولتور ولا حاجه يديروا الفيدرال يعيشوا، ومن بعد لو سونتراليزم هو اللي يحكم. مي كل ب... كل كل جهه تسير وحدها، المير هذا كل غوفيرني هو اللي يجيب درامو، هو اللي كل شيء يتكلف مليك. لان في الجزائر لازمنا لو فيدراليز، مانيش نجي شايد في الاخر ولا الافكار كاع موجوده. كما قلت لكم حنايا ما نشوف لاي انسان، ونزيد الف خطره نعاودها، قول لي واش تجيب لي للجزائر هذا مكان، وقول لي ماشي بالكلمه، اكري دونك ان بوليتيسيان كي فياندرا دوما pour une Algérie libre, avec des élections libres, et qui me colo des élections libres, il nous donne son programme politique. Un programme politique. Ou le programme politique, la Jimijib, la compagnie Théo, yani, لي كومبانيون تاعو يكونوا دي استراتيج ماشي الهضره برك، ويتحاسب بارابور سون بروغرام. هاكدي كيما يقولوا يصور ان فوت. حنا هاد الناس ما جابوش ان بروغرام، الشعب الجزائري ما قراوش البروغرام. من 62 اللي يومين هذا واحد فيهم ما جاب بروغرام. جا واحد، نقول ونزيد نعاود، جا واحد وهو المرحوم محمد بوضياف، هضر ومن بعد حبي يكري حزب سياسي لاين واسمه، والله غير نسيت في هذاك الوقت في التسعينات، جا باش يكري بارتي بوليتيك سور ان بروغرام بوليتيك، عطاوه قتلوه. شكون اللي قتلو؟ مازال هم عايشين، واحد دوفار في اسبانيا يقول لك لا في اسبانيا، حتى بالقصيره في اسبانيا. يعني اليوم الجزائر هذه الإيديولوجية هذه القومية باش تفرقنا مع خويا الشاوي ولا خويا العربي ولا خويا الترقي ولا ما تنجحش معانا. بيرسونال ما تنجحش. أنا جزائري قبل كل شيء، وهذيك الخاوة الجزائريين لازم ينحيوا هذه. أنت مين؟ جيت مين؟ جزائري. واش انت مين؟ جزائري. باسكو هادي الكلمه انت مين، شغل هادي كثير واحد يخرج للخارج ومن بعد يروح كاش بلاد ولا ويخدم الاخر، يجيه واحد يقول له انت مين، باش يشوف هذاك الانسان يشوف ولا وليد بلاده يتم يعاونه الاخر، ماشي وليد بلاده ما يعاون. هادي كلمه عنصريه لازم نحيوها. هادي جزائري بون فينال. الجزائري الحر ما يسحقش الحرقة واللي سرقوا الشعب، واللي سرقوا الشعب هما مليون شخص اللي سرقوا الشعب. راني نحسب مليون، معناتها من 62 الى يومنا هذا افيك ستاتيستيك 1 مليون دو بيرسون يسون ديلابيدي لو بي. بعد يجيو اشخاص ديزيليتري انالفابيت، يجيو يديرونا في فرنسي يقول لك مصالحه، وكان يدي يهضر، كان دار فيديو هذا الشخص فيديو على المرحوم محمد تمالت، ورجعت له انا قلت له محمد تمالت الله يرحمه مات في الحبس، هو مازالو في فرنسا ما عنده اوكان نيفو 20 طون دون لو سوسيال، 20 سنه في السوسيال ويهضر على احرار. خلاص فيني جازو سي فيني، خلاص فيقوا شويه فيقوا. ونقول الامه الجزائريه اللي حب لي كراه موحده ونزيد نعاودها موحده. ووحدهم شكون؟ الاخ امير ديزاد، نقولوا نزيد نعاودها
الاخ امير دي زاد اللي واش كاين لا ديفيرونس انتر الاخ امير دي زاد وسعيد اكنين. سعيد اكنين حر جزائري، شاب جزائري حر يهضر من قلبه، انه خرج من الطبقه السفلى من الجال من الشعب الجزائري. هو الاخر كدا، الاخر تيارتي والاخر قبايلي. مرحوم مرحوم عطوب بن الناس الله يرحمه، واحد ما غنى على بوضياف الله يرحمه، حتى ولاد مسينا ما غناوش عليه، غنى عليه مع عطوب بن الناس قبايلي. علاش؟ لانه راجل. هاي ليك لا ديفيرونس، لان الانسان يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين لا جوستيس اي لانجوستيس. كما قلت لكم هاد دو شوز ما عندهم لا لا ناسيوناليتي، لا دين، لا 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 يعني كولور، ايزون ريان. سي بور سا نقول لكم يا خاوتي، الشعب الجزائري موحد، ما تسمعوش لهاد الناس. وخاوتنا القبائل الحمد لله بكري فاقوا، وان تو ثري القبائل فاقوا بكري حقيقة. هاد الناس المرتزقة مثل هاد الجورنال تامورت، تامورت اللي يخرج السموم تاعو، يديفون لي زانتيري، يديفون لي زانتيري دو دي فوايو افيك سي زيدي. وفرحت ماني يديفون لي زيدي دي فوايو. والسلفيين جي بريسي يل ديفون، يل ديفون جي بريسي سا اونتر جيومي جي، يل ديفون لي زانتيري دي فوايو. كيما دوك بعض بعض الاشخاص يزاطاك حركة راشد، سبحان الله ما فهمت والو انا. ومن بعد يجيو الاخرين يزاطاك كريم طابو. يا ودي نعرف انسان سياسي اللي عندهم بروغرام، انا نعرف حركة رشاد عندها بروغرام، ونعرف الاخ كريم طابو لو دي سي عندهم ان بروغرام قريناه، وربي يطلق شرح واحد الاخ ما ننساوهش ونزيد نعاودها، كان من ابرز ابرز اللي كان فريمون كان يدير حوايج، يروح وين يسكنوا والاخر ديرونشاهم تاع الصح، وهو الاخ رشيد نكاس ما ننساوهش خاوتي. ربي يطلق سراحه ويطلق جميع أسرى المساجين تاوعنا الأحرار. كان زوج خوتنا من الأضرار، ربي يطلق سراحهم إن شاء الله جميع الأسرى. الجزائر موحدة، الجزائر موحدة. ونقولكم السلام عليكم يا البروشان، وتهلاو في روحكم يا خوتي.